تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وزد في شوط اول سيطر على اغلب فتراته النادي الاهلي واستحوذ على الكره بنسبه كبيره جدا وخلق فرص كتير، ولكن اضاع مهاجمي النادي الاهلي او اضاع مهاجمه النادي الاهلي العديد من الفرص. يمكن لو جينا حسبناها بعد كده هنلاقيها ثلاث او اربع فرص محققه على المرمى لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف اراء محللنا الكبار في تفاصيل احداث الشوط الاول فنيه. ارجوكم انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، شوط اضاع فيه النادي الاهلي فوز مستحق. زي ما اتكلمنا قبل المباراه والكباتن اتكلموا ان النهارده النادي الاهلي من بدايه المباراه هيضغط على فريق زد لاجل ان هو يفتح الجيم بهدف يديله ثقه ويدي للعيبته ثقه والجهاز الفني. اللي احنا شفناه ايمن حاجات يعني فرص سهله قوي، يعني كهربا وطاهر والسليه فرص جوه السكس يارده، ومع الاسف تقول بقى رغونه في التسديد او عدم ثقه، مش قادرين نحلل الكلام ده، خصوصا كمان ان النهارده زي ما بلال قال ان دفاع زد النهارده مفيش رقابه ولا تنظيم، سهل جدا جدا انك انت تخترقه بشكل صحيح. محتاجه نوع من الهدوء، نوع من الهدوء في 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 اتقانك للهجمه. ساعات يبقى في تسرع، يعني كهربا فيها تسرع شويه، سليه فيها تسرع شويه، عايزه اتقان بس، يعني يبقى في دقه واتقان وهدوء عشان اسجل هدف. الهدف يجي الجيم يتفتح، لو في هدف من الفرص اللي ضاعت دي جه كنا هنتفرج بقى على شوط فعلا فيه اكتر من هدف. فنتمنى ان شاء الله باذن الله الشوط الثاني يكون امور اسهل من كده باذن الله رب العالمين. كابتن ماهر، نتيجه غير منطقيه لاحداث الشوط الاول. طبعا من خلال اضاعه الفرص طبعا نتيجه منطقيه، بس طبعا انا برضو الاداء لازال لسه مش على المستوى المطلوب. شايف فيه انا مش شايف احنا بنضغط من قدام ضغط جماعي على فرقه زد ولا بنرجع ورا الكوره، انا مش شايفها، يعني مش شايف شكل معين لحاجه زي كده. كذلك برضو احنا بنجاري زد في الريتم ليه؟ لازم في بعض الاوقات صح؟ في بعض الاوقات هم بيلعبوا كره سريعه وبتطلعوا لقدام وبتاع، يعني عندهم شيء من المجازفه، احنا ما نعملش الكلام ده معاهم، لازم حد ينزل وليكن مثلا قفشه يتحكم في رتم المباراه، رتم الاداء، ما تتسربعش، يعني انت بتوصل للجول بس بتوصل بعدم تركيز. كمان في ملحوظه كبيره موجوده اللي هي الميس باس، في ميس باس كبير جدا جدا من نص الملعب، يعني ما فيش برضه بناء هجمات، احنا بنلعب برضه على الكره الطوليه، والمشكله ان زد مديين لك يا بلال مساحه من اللعب، يعني عندك الاطراف فاضيه، عندك ممكن اختراقات من النص، انت لازم تنوع من الحته دي. انت مركز على الناحيه اليمين، الناحيه الشمال ما اشتغلتش، يعني دبيس ما مش شايفه يعني عمل اي اوفرات من ناحيه الشمال، لازم حد يتحكم في الريتم، الكره تتلعب من رجل لرجل هتوصل، لان في مساحات ما بين نص ملعب زد وبين الديفنس ممكن صحيح تستغلها صحيح. فلازم حد، انا بعيدها تاني، لازم حد يتحكم في رتم الكوره وما صحيح تستعجلش، والكوره تطلع باتقان اكتر من كده. يعني كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول؟ يعني نمره واحد، فرص كتير جدا للنادي الاهلي سهله. في المقابل لما تقول كده تقول ان الاداء عالي قوي، لا، زي ما انا متفق مع الكابتن حشيش، كميه تمرير خاطئ مش طبيعيه، كميه تمرير خاطئ مش طبيعيه من اكتر من خمس ست سبع لعيبه في الملعب، كور كتيره جدا سهله بيبقى الراجل على مسافه 3 و4 متر بتتقفل قوي، تلاقيها مشتركه لفرقه زد، مدينا لفرقه زد بدون ضغط من الفريق. وعلى فكره المقابل برضو الناحيه الثانيه برضو بيرجعوا لنا كور كتيره جدا. زد لعبوا في اول 10 دقائق ربع ساعه استحواذ كويس، لكن ما بيروحوش ناحيه مصطفى شوبير خالص، تسديده واحده، لكن احنا في المقابل من بعد 10 دقائق او ربع ساعه سيطره شبه كامله وفرص كتير قوي، يعني كهربا مضيع له مثلا كورتين ثلاثه جوه الست يارد، رضا سليم مضيع له كورتين ثلاثه، طاهر محمد طاهر، فهو الشوط تمرير خاطئ كتير جدا وفرص كتير جدا.
فهي عايزه تركيز بس في استغلال الفرص لان بسهوله قوي بنوصل لمرمى فرقه زد. كابتن بلال زمان والكباتن احنا بنوصل بسهوله لفرقه لمرمى فرقه زد، واحيانا كنا ساعات بنقول بنشتين لتغيير الشكل الهجومي يحصل كذا عشان نوصل احنا بنوصل وبنصنع فرص. طب ايه المطلوب الشوط الثاني؟ ايه اللي يحتاجه الشوط الثاني النادي الاهلي لتحقيق المكسب؟ شوف يا كابتن ايمن، ماتش زي ده سهل يجيب جول صح وسهل يجي في الجول الاثنين، يعني سهل جدا انك تجيب جول وبرده سهل يجي في الجول. بتهاجم بعشوائيه تمام، وعندك مشكله في الحته الدفاعيه لانك انت سايب مساحات كتيره جدا، بس انت مش قادر تستغل انك بتلعب فرقه عندها مشكله رهيبه جدا في الحته الدفاعيه. تمركز تمركز غير جيد على الاطلاق، مراقبه غير جيده على الاطلاق، مفيش رقابه في ال 18، مفيش ما بيلعبش مان تو مان. كهربا النهارده فرصتين ثلاثه، رضا سليم فرصتين، طاهر محمد طاهر فرصتين، نبيل كوكا راح بوقت. يعني النهارده يا جماعه من الماتشات السهله قوي 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 انك تسجل فيها بغض النظر عن الاداء اللي انت بتاديه، بغض النظر عن كميه الميس باس اللي اتكلموا عليها الكباتن، بغض النظر عن طرق اللعب اللي انت بتلعب بيها، لكن انت بتلاعب فرقه اسهل فرقه دفاعيا ممكن تلعبها. لازم يعني حتى ما فهمش رزاله نهائي، مش حد بيغطت على حد كمان حد. مهم جدا لو انت هتفضل تشتغل بالريتم ده بالطريقه ده كابتن ايمن انك تنزل موديست، لعيب بيلعب بدماغه. النهارده في 50 كره عرضيه، النهارده 50 كره عرضيه، لازم يا جماعه يبقى في حد موجود في ال 18 عشان يستغل العرضيات. انت الاثنين الباكين بتوع زد سايبين لك الدنيا تشتغل فيها زي ما انت عايز. كل مره عمر كمال كل مره بيروح ويعدي، طاهر محمد طاهر بيروح ويعدي، رضا سليم كل مره بيروح ويعدي، فعندك فرص كتيره جدا تقدر تشتغل عليها، لكن صحيح. لازم يبقى في تواجد في ال 18 افضل من كده استغلال الكره طبعا لازم صحيح. يا كابتن ايمن صحيح. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.